ماركتس لندن. اهلا بك يوسف، شكرا انضمامك الينا. يعني انت في فيينا، الجميع بالرياض او بعض الناس بالرياض والاخرون فيرتشوال، فيبدو انه المبنى الان يعني لا يوجد الكثير من العالم هناك. اهلا وسهلا اخي ناصر. فعلا انه ما شاء الله الان يعني اهم الوزراء اللي لهم يعني وحضورهم مهم في القرار اللي سينتج من هذا الاجتماع الحقيقه موجودين في الرياض، لكن لا زال الامين العام للمنظمه وال خلينا نقول الاوفيشال يعني سنتمنت اوبك موجود في النمسا، اضافه ان انا عندي اجتماعات اخرى في فيينا، فهذا السبب وجودي في النمسا. لكن دكتور يوسف، بالشكل ذهابهم الى الرياض ماذا يعني؟ ذهاب عدد من الوزراء الى الرياض ماذا يعني؟ هو نادين واخي ناصر، هو مبادره سعوديه انا اراها، لانه طبعا طلع التصريح الرسمي من اوبك انه الاجتماع فيديو كونفرنس او انه عن بعد افتراضي، لكن لانه في الحقيقه في التخفيضات هذه او في القرارات هذه هنالك 8 دول حاليا متخذه تخفيضات طوعيه، منها طبعا المملكه العربيه السعوديه، فاعتقد انها المبادره السعوديه انه يكون في مفاوضات يعني ثنائيه بين هذه الدول، حيث انه تمهد يكون في اتفاق موسع اكبر يشمل جميع تحالف الدول الاعضاء في تحالف اوبك بلس. فطبعا حسب ما سمعنا قبل شوي في ذكرته انه هنالك في اتفاق مبدئي من رويترز انه يكون في تخفيض حتى نهايه الربع الثالث، وهذا خلينا نقول كان مسعر مسبقا يعني في خصوصا في نهايه الربع الثاني من العام الحاضي، يعني الاسواق متوقع انه يكون في تمديد، لكن اعتقد ان الاسواق المائيه ما يبحثون عنه حاليا هل سيكون في مناقشه لموضوع خطوط الاساس، ايش السياسه اللي حيتوجه لها التحالف في العام المقبل 2025؟ هذا اعتقد اللي سيفتح من خلينا نقول اجراءات اللي هي قد يضيف صعوبات مثل هذه المفاوضات، لانه احنا الان عندنا 3 طبقات من التخفيضات، اللي هو تخفيضات اوبك بلس بحوالي 2 مليون برميل، وتخفيضات طوعيه ل9 دول بحوالي 2 مليون و200 ألف برميل، والتخفيضات اللي هي الثالثه اللي هي من 8 دول اللي هي 1,660,000 برميل. فطبعا الاتفاق الحالي اللي سمعنا عنه اللي ممكن يحدث اللي هو اللي هي الثالثه اللي هي 1.66 مليون برميل. فاعتقد انه هنا عند التحالف امرين، طبعا انه ممكن يحسب الموضوع في الاجتماع هذا ويتخذ اجراء حتى العام يعني يكون في العام 2025، وقد الموضوع يرجع حتى نهايه العام، لانه في اجتماع طبعا اخر يكون يعني اعتقد في ديسمبر او نوفمبر، ويتم مناقشه هذا الامور في حتى تكون الصوره اوضح من ناحيه الطلب العالمي، موضوع اسعار الفائده، اسعار الدولار وغيرها من المتغيرات الاقتصاديه. فاعتقد في حد نظري انه حاليا ممكن اكثر سيناريو نتوقع انه يكون في تمديد لمده 3 اشهر، ما لست اكيد انه يتم الاتفاق على موضوع خطوط الاساس في الاجتماع الحالي. ولكن لماذا الحديث يوسف أنه التمديد الآن فقط لسبتمبر؟ يعني إذا بدأ الحديث الآن عن عام 2025 بحسب المصادر التي تتحدث بأنه هناك مناقشات حول عام 2025 وتمهيد الأرضية ومناقشة خطوط الأساس، فبالتالي على الأرجح التخفيضات الطوعية سيتم تمديدها حتى نهاية العام وليس حتى سبتمبر. هو هذا اللي حاصل اخي ناصر، اذا كان هنالك في ارجاء الموضوع السياسه 2025، فاعتقد انه اقل شيء ممكن نخرج منه في هذا الاجتماع انه تمديد لمده 3 اشهر، لكن اذا كان هنالك في احنا ذهبنا ما بعد الكيو 3 then ممكن انه نشوف تمديد التخفيضات الحاليه اللي هي 1,660,000 برميل حتى نهايه العام 2025، ويكون في مثلا اقل شيء اللي هو تخفيضات الاوبك نفسها اللي هي 2 مليون برميل دخولا لعام 2025. لكن اذا دخلنا في هذا الموضوع اعتقد هنا في مساله مهمه، انه في بعض الدول ممكن تطلب مراجعه خطوط الاساس، مثلا عند الامارات العربيه المتحده حاليا يتوقعوا انه انتاجهم قريب من 4,800,000 برميل، وحاليا انتاجهم اقل من انتاج الكويت، والكاباسيتي عند قريب من 5 مليون، يعني اسينشالي هم ما ينتجوا الا نص من سعتهم الاحتياطيه حسب ما البيانات الصادره من الامارات. هنالك ايضا مثلا بعض الدول اللي عندها مثلا اوفر اندر كومبلاينس، مثلا العراق
ونيجيريا هذه عندها اضافه عندها التخفيضات لازم تعوضها، هذه اضافه على التخفيضات اللي احنا جزئين تتكلم عنها. فهذه اعتقد ان كل الامور تحتاج مراجعه. وهي المراجعة دكتور يوسف، المراجعة الخارجية من قبل ثلاث شركات التي من المفترض أن ترفع تقريرها حول قدرات الإنتاجية لكل الدول الأعضاء التي ستستخدم في رسم خطوط الأساس للتخفيضات المقبلة في عام 2025. شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا من فيينا دكتور يوسف الشمري، رئيس تنفيذي لسي ماركتس، أهلا وسهلا بك. العفو.